المسيح المؤمن هو عم بوصل رسالته بوصل المسيح معه. يعني ما بيقدر يكون فايت يعطي صفه وانا اخر همي انتو شو عملتوا. بالعكس ما بيقدر يفل من الصف اذا حس في حدا مش واصلت له الفكره، ما بيقدر يفل من الصف اذا شاف في تلميذ زعلان بيقرب لحده وبواسيه. الاستاذ يلي بحب تلاميذه ما هو بالنهاية بده يجرب يتمثل بيسوع المسيح، بيعكس إيمانه بيعكس بأعماله. أعماله وين؟ بالجامعة بالمدرسة بالصف. والمعلم الأول هو يسوع المسيح، صح. فهو كيف كان عم يتعاطى مع تلاميذه؟ هيك كمان الأستاذ بالجامعة بيتعاطى أو بالمدرسة بيتعاطى مع تلاميذه. ما تأثرت بأثناء دراستك خارج لبنان؟ ما تأثرت بأساتذة بيعتبروا